تسع دقائق عشر ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على فوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني هجن العاصفة المركز الثاني. تسع دقائق عشر ثواني أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغياث الهلالي من قادي هجن العاصفة والتضمير. المركز الثالث تسع دقائق عشر ثواني أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا فاران بن قرع المري. تهانينا للجميع. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وها هي انطلاقاتنا مستمرة على أرضية هذا الميدان، وها هي انطلاقة شوطنا التاسع في مجموعة الأشواط وشوطنا التاسع الخاص بانطلاقة وتحدي أصحاب سمو الشيوخ بهذه التحديات الجميلة التي نتابعها ونسير معكم هنا بالانطلاق. نتابع الصدارة، نتابع العين، بنتنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بمتابعة عوض بن مبارك المهيري من يتابعها على المركز الأول. الشاهينية تأتينا في المركز الثاني من هجن الرئاسة بمتابعة سالم بن سعيد بن عمان المهيري، وعلى المركز الثالث والمنطلقة لجميلي لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل في التضمير من تأتينا من الجانب الآخر بهذه الانطلاق والأداء المميز. بينما المركز الرابع صمود لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان يتابعها المضمر ناجم بن علي الغيلاني والمتسللة في هذه اللحظات هنا ريم 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 القادمة من هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل من يتابعها في هذه الانطلاق وهذا الأداء. من الجانب الآخر الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي وهملولة تأتينا سادسا هنا من هجن الرئاسة بمتابعة علي بن ميل لوهيبي سابع مراكزنا الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي في التضمير. والهاي هنا تأتينا الهاية هنا أو الهاب المنطلقة هنا أيضا من هجن الشحانية من تأتينا بهذه الانطلاق وبهذا الأداء مع فاران بن محمد بن قريع المري في التضمير من تنطلق هنا على المركز التاسع والمركز العاشر. مشاهدينا الكرام والمنطلقة هذه اللحظات بهذا الانطلاق وبهذا الأداء هنا شديدة الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. أو هناك غلا من تدخلت في هذه اللحظات، غلا هنا من هجن البشاير مع جاسم بن القبيلي لما حاربي من يتابعها في التضمير. هذه هي النتيجة، ها هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى. ونعود إلى العين، على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تسيطر على زمام الأمور لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بمتابعة عوض بن مبارك المهيري من يتابعها على المركز الأول. بينما ثاني المراكز والمنطلقة هنا الشاهينية من تأتينا بالمركز الثاني من هجن الرئاسة بمتابعة بوسعيد سالم بن سعيد بن عمان المهيري، وعلى المركز الثالث الجميلية هنا القادمة لهجن الشحانية وجار الله هنا أيضا بن محمد بن طالب بن عقيل من يتابعها على ثالث المراكز. والمركز الرابع الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي من تأتينا رابعا، وعلى المركز الخامس هنا كريم هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري في التضمير من تنطلق على خامس المراكز. المركز السادس غلا قادمة هنا من المركز العاشر تتسلل في هذه اللحظات هنا من هجن البشاير القادمة من السلطنة هنا للمشاركة على أرضية هذا الميدان بمتابعة جاسم بن القبيلي بن نخرة المحاربي من يتابع غلا سادسا. والمركز السابع تأتينا الشاهينية هجن العاصفة مع غياث
الهلالي التضمير من تنطلق بهذه الانطلاق وبهذا الأداء هناك المنطلقة هنا بهذه الانطلاقة والقادمة هنا الهابة الهابة قادمة هجن الشحانية فار الله بن محمد بن قريع في التضمير من يتابعها هملولة هجن الرئاسة تتواجد هناك في هذه اللحظات تاسعا بمتابعة علي بن ميل لوهيبي وعاشرا الشاهينية هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه هي نتائجنا للمراكز الأولى المنطلقة بهذه التحديات. نعود إلى الصدارة، نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة الشاهينية من غيرت على الصدارة من هجن الرئاسة يتابعها سالم بن سعيد بن عمان المهيري في التضمير. هنا تنطلق على الصدارة وعلى المقدمة بينما المركز الثاني والمتسللة أيضا من الجانب الآخر هنا الجميلية المنطلقة الجميلية من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل في التضمير. هنا المركز الثالث العين اسمه شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك المهيري في التضمير. والشاهينية القادمة من هجن العاصفة مع غياث الهلالي وخامس المراكز غلا تتسلل من مركز إلى مركز غلا من هجن البشاير. هنا يتابعها جاسم بن القبيلي بن نخر المحاربي تأتينا هنا على خامس المراكز. والمركز السادس الهابة هنا الهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع المري في التضمير. والقادمة ريم هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل في تضميرها. والعاصفة قادمة بالشاهينية هنا مع غياث الهلالي كذلك الشاهينية من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير قادمات. ولكن نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط هنا وتحدياته الأخيرة هنا في هذه اللحظات مع الكيلومتر الأخير. والشاهينية من انطلقت بصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول هنا هجن الرئاسة من تنطلق بهذا الانطلاق والأداء هنا مع سالم بن سعيد بن عمان المهيري من يقدمها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا القادمة الهابة قادمة هنا وتتسلل في هذه اللحظات الهابة من هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع من يتابعها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول إذن الهابة على الصدارة الهابة على المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية هنا هجن الرئاسة أيضا يقدم سالم بن سعيد بن عمان المهيري وثالثا الشاهينية هجن العاصمة مع غياث الهلالي رابعا الشاهينية هجن الرئاسة مع أيضا محمد بن عتيق بن زيتون. ولكن الصدارة الهابة هي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول تنفرد بصدارة هذا الشوط وأحداثه ومجرياته. تهانينا لهجن الشحانية على هذا الفوز هنا للهابة. شكرا أيضا فاران بن محمد بن قريع المري من قدمها هنا بهذا الانطلاق والأداء ولحظة وصولها إلى خط النهاية يضيف نقطة إلى نقاط في هذا الصباح. المركز الثاني شاهينية هجن الرئاسة، المركز الثالث شاهينية هجن العاصمة، المركز الرابع الشاهينية من هجن الرئاسة، خامسا كذلك الشاهينية من هجن الرئاسة. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الأولى. نهى على حضراتكم نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا أيضا انطلاقاتي وتحدياتي والتوقيت الزمني لهذا الشوط وأحداثه هنا ولحظة الوصول إلى خط النهاية من قبل الهبة من انتزعت الفوز وانتزعت الناموس قاطعة المسافة في فترة زمنية مقدارها هنا ولحظة الوصول 9:04 9 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز بينما الشاهينية من حلت في المركز الثاني لهجن الرئاسة بمتابعة سالم
سعيد بن عمان المهيري بتسع دقائق ست ثواني بالوفاء والتمام والكمال. المركز الثالث أتتنا شاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي قاطعة المسافة في تسع دقائق ست ثواني خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس تهانينا لجميع الفائزين هنا في أرضية هذا الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا